سيد بهيري محمد. توزيع أكثر من 763 وحدة سكنية عمومي إيجاري لفائدة دائرة وهران اللي كان أشرع لها القوائم في أواخر سنة 2021. ذكر بلي بالنسبة لشهر ديسمبر إلى غير شهر إلى غير 30 من شهر جونفي لسنة 2022 تم توزيع أكثر من 4590 وحدة سكنية اللي انطلقت في أواخر شهر ديسمبر، انطلقت بترحيل السكنات الفوضوية سيد الشحمي أكثر من 1000 وحدة سكنية. كان مؤخرا عرفنا توزيع أكثر من 200 2668 وحدة سكنية.